مشاهدينا مرة أخرى اسمحوا لنا أن نبدأ عملية التحليل وتوضيح لأداء البورصة المصرية وعالم سوق البال بشكل عام من خلال هذا الحديث مع ضيفي وضيفكم الأستاذ إيهاب سعيد. أهلا بك مرة أخرى أستاذ إيهاب. أهلا بك. البورصة في أداء متباين بعد صعود من بعد إجازة عيد الفطر المبارك، هذا الصعود كان متوقعا، التباين لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الصعود الحقيقة كان من قبل عيد الفطر كمان. نعم. كان في جلستين اللي هم كانوا الحد والاثنين قبل الأجازة على طول، حصل فيهم صعود، خاصة جلسة الاثنين صعود قوي جدا على خلفية التصريحات اللي كان أطلقها محافظ البنك المركزي حول ما يعني يشتم منه رائحة إن هناك خفض جديد لقيمة الجنيه. نعم. على هذا الأساس طب طبقا للي حصل المرة اللي فاتت لما خفض قيمة الجنيه 14% والبورصة استجابت كمؤشر السوق الرئيسي بنفس النسبة تقريبا 14% صعود، فالبعض حب يعمل عمليات شراء استباقية علشان يلحق قبل ما يطلع قرار الخفض ويستفيد بالصعود المتوقع بعد كده. بعد العيد مباشرة استمر الأداء الإيجابي لحد يوم الثلاث. كانت هناك توقعات بتشير إلى أن القرار هيتخذ يوم الثلاث، معرفش بناء على إيه، لكن البعض وخاصة بعض الوكالات العالمية وكالات الأنباء نشرت خبر بأنها بتتوقع أنه هيكون يوم الثلاث في الطرح المعتاد من البنك المركزي، أنه هيكون في تحريك في سعر الصرف. طبعا نتيجة لهذا التوقع الكبير اللي موجود في السوق مع التصريحات اللي حصلت من المحافظ، كان من الصعب جدا أن لو كان حتى ناويين ياخدوا القرار ده أن هم ياخدوه، أنه يتاخد في الوقت ده بالذات. فعشان كده طبعا ظهر قرار التثبيت، والسوق على أثره حصل فيه تذبذب كبير قوي جلسة يوم الثلاثاء. يعني بعد ما بدأ الجلسة على تراجع حاد، ثم بدأ يرتد، ثم بدأ يتراجع تاني، ثم بدأ يرتد مع نهاية الجلسة وقلص من، يعني السوق مش قادر يقرأ طبيعة اللي هيحصل. لكن في النهاية، في نهاية التعاملات، بدأ الناس يعني أو المتعاملين بدأوا يتفهموا فكرة إن فعلا ليه لازم النهاردة، يعني ما هو ممكن تبقى بكره، ممكن تبقى بعده، ممكن تبقى الاسبوع اللي جاي، ممكن تبقى اي فتره خلال الفتره اللي جايه. لكن اللي هيحصل انه غالبا بنسبه كبيره جدا لازم هيكون في قرار مماثل بالخفض. فبناء على هذا الاساس المتعاملين يعني عادوا لرشدهم زي ما بيقولوا، وبداوا يعاودوا الشراء مره تانية، وده اللي شفناه في جلسه الاربع وحتى جلسه النهارده في الاسهم القياديه. ارتفعت صحيح مش كتير قوي باعتبارها جلسه يوم الخميس، لكن برضو كان في اسهم، بعض الاسهم كانت متفوقه زي جلوبال تيليكوم، كان متفوق عن بقيه الاسهم وكان بيحقق ارتفاعات جيده جدا. واعتقد برضو ان الاسبوع القادم ممكن على الاقل في بدايات ونشوف استمرار لهذا الاداء الايجابي، ممكن نقرب من مستويات 7700 و7800 ما لم يحدث او يجد جديد. بالنسبه لاي يعني اي اخبار جديده تحرك السوق في اي اتجاه سواء لو حصل اي قرار فيما يتعلق بالجنيه، يعني اعتقد. طيب اذا كان القرار متوقع ومعروف منذ رفع الفائده، ليه هو هيهز السوق؟ ما هو معروف انه جاي جاي. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، دي طبعا في انتقادات كتيره جدا طالت التصريحات اللي كان اطلقها محافظ البنك المركزي، واللي انا الحقيقه شايفها يعني ما اختلفتش كتير عن الحوار اللي كان اجراه في احد البرامج فور اتخاذه اجراء خفض قيمه الجنيه، لكن هو كان مفسر بشكل اكبر شويه. فعشان كده البعض يعني انتقد هذا الحوار او هذا التصريح، لكن هو لو بصينا عليه هنلاقي ان سياسات المحافظ وهو اعلن عليها قبل كده بان هو هيتخذ سياسه مرنه بشان قيمه الجنيه، وان هو بيعنيه في المقام الاول مناخ الاستثمار وان الانتاج يرجع يتحرك تاني وان السوق يرجع يقوم تاني بعد ما كان في حاله ركود حاده جدا، وبالتالي خد القرار السليم في نظره في الوقت السليم، وما فيش ما يمنع ان هو هياخد هذا القرار في اي وقت طالما احتاجت الوضع الاقتصادي احتاج لهذا الامر. فاللي انا شفته في التصريح الاخير ما اضافش جديد، هو قال نفس الكلام لكن زود شويه ارقام. البعض بقى يعني اعتبر ان ده اشاره على ان اقتراب حركه الخفض القادمه او الجديده، وبالتالي حصلت مضاربه في السوق السوداء بشكل كبير جدا على الدولار واوصلته ل 11. استغلال الموقف. بالظبط، استغلال الوضع يعني. هي دي اللي يعني بيعيب الامر فقط، لكن الجميع متفق على ان لازم هيكون في خفض جديد، لان خلاص ده طبيعي اقتصاديا. فكره التضخم اللي يعني او يمكن المعارضين لفكره خفض جديد للجنيه باعتبار ان ده ممكن يولد موجه جديده من التضخم، حتى الان مش قادرين يستوعبوا ان التضخم حصل بالفعل، وانه الاسعار بتتفاعل مع السوق الموازيه. وحتى محافظ البنك المركزي قال الكلام ده في الحوار السابق اللي احنا كنا بنتكلم عليه، قال ان الاسعار بتتفاعل طبقا للسوق الموازيه مش للسوق الرسميه، لان في تكلفه عاليه بالفعل. لان تدبير العمله الصعبه حتى في السلع الاساسيه والسلع الاستراتيجيه ومستلزمات الانتاج 90% منها بيتم من السوق الموازيه وليس بالسعر الرسمي. فعلى هذا الاساس اي سعر بيتحط
كهامش ربح من قبل المستوردين او التجار بيتحط على سعر السوق. طيب الحكومه كانت قد اتخذت قرار برفع الفائده في الايام السابقه. 100 نقطه. هل رفع الفائده كان في صالح الحد من التضخم؟ لا طبعا، يعني برضو يعني في زملاء كتير استفاضوا وافاضوا ولو اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده بالتاكيد. انا بس اطلع وجهه نظرك. يعني ان فكره الاستاكفليشن او اللي هو الركود التضخمي مش من المفترض ان انا اتعامل معاه برفع اسعار الفائده، خاصه وان الركود الحاد اللي حاصل ده ناتج من ارتفاع التكلفه. يعني لما حصل خفض قيمه الجنيه حصل ارتفاع كبير قوي في تكلفه كل المنتجات، وبالتبعيه ده احدث موجه تضخميه تسبب في زياده الركود. يعني لما بيحصل ارتفاع كبير في الاسعار ده بيؤدي الى انخفاض الطلب. فالنوع الحالي من الركود هو أسوأ انواع الركود اللي احنا يعني عرفناه على مستوى كل الكتب الاقتصاديه وكل النظريات، اللي هو الركود التضخمي، لانه بيتم التعامل معاه بطريقه تانية او بطرق تانية. ممكن يكون منها خفض الفايده مثلا، ان انا بشجع الصناعه وبشجع الانتاج، مش ان انا ازيد من الضغط في اتجاه سحب السيوله من الاسواق علشان اعمل زياده للركود. اللي بيتم التعامل معاه او التضخم بيحصل التعامل معاه عن طريق رفع الفايدة، ده بيكون تضخم ناتج من نشاط اقتصادي أو من ذروة نشاط اقتصادي. يعني زي ما كان حصل في 2008 كده، كان في معدلات نمو 7%، لكن في المقابل كان في تضخم تجاوز 20%، وصل 24% لأول مرة كان ساعتها من 20 سنة. فعلى هذا الأساس الدكتور فاروق العقدة في حينها اتخذ قرارات برفع أسعار الفائدة 6 مرات متتالية، وده حد من التضخم فعلا. وطبعا تسبب في انكماش الطلب، ما فيش شك يعني، لكن هو ده التضخم. هو ده التضخم اللي بيتم التعامل معاه برفع أسعار الفائدة، مش التضخم الناتج من ارتفاع التكلفة بسبب تحريك سعر الصرف. لأن تحريك سعر الصرف عمل فرق كبير جدا في في شراء المنتجات وتوفيرها بشكل عام. طيب دلوقتي من الأكيد أو من المرجح أو قرار الاقتصاد الطبيعي أن يتخذ البنك المركزي قراره بتخفيض قيمة الجنيه في أي وقت من الأوقات القادمة أيا كان. والموضوع ده مش لازم يثير الذعر قوي عند الناس. لا في ناس يعني في ناس واخده الموضوع ده كانه يعني حياه او موت، وان ده هيؤدي الى انهيار طبقه اجتماعيه محدده. طبعا هياثر في فئه معينه، خاصه الفئه اللي بتتمتع بالدعم، لكن ما هواش بالقدر الفظيع اللي الناس متصوراه، لانه بالفعل الناس بتتعامل كلها على سعر دولار على اساس الموازن. خلاص اللي بيحصل يعني الخاسر الاكبر من بقاء السعر ده او الفجوه دي مش المواطن، ده الدولة هي اللي بتدفع الفارق. هي اللي بتدفع فاتورة الفرق، هو اللي بتدفع الفاتورة ما بين 88 وال 11.5، بتبيع من هو من يعني زي ما بيقول. هو البعض بس بيشعر ايه بانخفاض العملة فبيشعر هي بالذعر. انخفضت اوريدي بالظبط، يعني هي دي المشكلة في كده بالظبط. هو السؤال هنا ده كجزء من سياسات محاولة سياسة الدولة انها تعمل على ان يكون الجنيه بقيمته الحقيقية، وبالتالي يشعر الاستثمار بمناخ امن بشكل حقيقي ويبتدي يعود. بأي قدر للتعويم أو سياسة الخفض أن تتخذ هذا الاتجاه، وإلى أي مدى يستطيع الخفض أن يحافظ على هذا؟ هي فكرة معقدة شوية. يعني هي فكرة أن أنا أخفض الجنيه، البعض خاصة اللي بينتقد هذا الأمر يعني بيقول أن احنا ممكن نخفض إلى ما لا نهاية، خاصة وأن ما زال حتى الآن الاستثمارات مش بترجع نتيجة لأسباب أخرى وأسباب تانية، منها القوانين مثلا ومناخ الاستثمار نفسه والبيروقراطية الشديدة. لكنه هو خطوة، يعني خطوة لازم تتفق مع خطوات أخرى. ما ينفعش أن أنا عشان نبقى منطقيين برضو، يعني ما نقولش أن مسألة فكرة خفض الجنيه هي اللي تحل الأزمة، لا، في خطوات تانية، خطوات تانية من قبل الحكومة نفسها لازم تتواكب مع هذا الإجراء. لأن ممكن أنت فعلا تخفض وتبص لقى الاستثمار مجاش نتيجة قوانين معطلة مثلا، نتيجة أداء حكومي بطيء. طيب حضرتك لمست يعني نقطة هامة للغاية، وإذا كنا احنا بنعمل على جذب الاستثمار فهناك نقاط متعلقة أخرى إلى جانب فكرة خفض الجنيه عشان يكون سعر عادل بالنسبة للمستثمر لما يجي يحس أن ده مناخ طبيعي يتعامل فيه. بالأمس يعني في الأيام القليلة الماضية تم الإعلان عن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس نفسه وعضوية كل من وزير المالية ووزيرة الاستثمار وأيضا نائب محافظ البنك المركزي. البعض بيتساءل عن مدى جدوى إنشاء مثل هذا المركز في وجود وزارة للاستثمار، مجموعة اقتصادية، ولا يكفي كل هذا لحل أزمة الاستثمار في مصر في ظل الحديث
المكثف الذي تم طوال عام كامل مضى عن قانون الاستثمار؟ شوف حضرتك، احنا كنا بننادي خلال الفترة اللي فاتت بوجود زي لجنة تابعة لرئاسة الجمهورية كلها كل الصلاحيات على كافة الوزارات. نعم. في القرارات اللي بيحصل فيها نوع من التخبط ما بين الوزارات المختلفة. فأنا في رأيي أن مجلس الأعلى للاستثمار ده ممكن يقوم بالدور ده، لو بالذات كمان لو تم إضافة بعض الوزراء الأخرى المختصة بالمجموعة الاقتصادية، ما يقتصرش الأمر بس على وزير الاستثمار ووزير المالية. وجود السيد الرئيس على رأس هذا المجلس من شأنه أنه يحد كتير قوي من البطء في اتخاذ القرار. يعني زي ما احنا بنشوف كده الرئيس لما بيكون موجود في أي قرار هذا الحد فيه بيروقراطية طبعاً في اتخاذ القرار في مصر. يعني فكرة الشباك الواحد مثلا ليه تعذر تطبيقها من قبل الوزير السابق أشرف سلمان؟ نتيجة تنازع الاختصاصات ما بين الوزارات، كل وزارة متمسكة بالاختصاص الخاص بيها. طب زي ما بسأل حضرتك كنت بقول لك قبل الهواء مباشرة، مش القانون هو الإطار المنظم لهذه الاختصاصات؟ ده منطقي، لكن كل وزارة بتتمسك في حاجة عندنا اسمها الدولة العميقة. الدولة العميقة دي مش من مصلحتها ان يحصل تغيير كبير او طفره كبيره، لان في برضه مصالح. فبالتالي ما ده الجهاز الاداري اللي محتاج اعاده هيكله، فاحنا كده بنخش في موضوع كبير قوي. لكن كحل على الاجل القصير والاجل المتوسط اعتقد مجلس الاعلى للاستثمار ده ممكن يكون حل ممتاز جدا، على الاقل لحد ما نبتدي ناخد خطوات جديه في اصلاح الجهاز الاداري. ده معناه ان القرارات تكون ملزمه من قبل رئيس الجمهوريه بالزبط. مباشره لهذه الجهات باشياء معينه، حتى في القرارات اللي بيكون فيها نوع من البطء بسبب الخوف او اللي بنقول عليها الايدي المرتعشه. وجود الرئيس هنا، شوفي حضرتك لما الرئيس قال هنعمل قناه السويس في سنه، اتعملت في سنه. احنا بنقول بقالنا سنتين دلوقتي هنطرح شركات في البورصه، في شركات اطرحت في البورصه حضرتك. مفيش حاجه. ليه؟ لان في برضه بطء، في يعني مشاغل اخرى، في امور تانية بيحصل فيها تركيز، فما فيش قدره على اتخاذ القرار دون الخوف. هنعيد هيكله شركات قطاع الاعمال، حتى الان ما شفناش اي حاجه، المساله كلها كلام في كلام. طيب هل ده معناه ان قرارات رئيس الجمهوريه هيتم بعد كده وضعها في الاطار القانوني بحيث تكون جزء من قانون الاستثمار ويتم التعديل التشريعي بناء عليها، ام انها هتكون قانون الاستثمار؟ قانون الاستثمار نفسه في مواد كتيره جدا متعلقه برئيس الجمهوريه نفسه، بعض القرارات بتتخذ من رئيس الجمهوريه نفسه. فبالتالي دي مساله مش جديده، يعني مساله عاديه وطبيعيه جدا. فبالتالي انا شايف ان زي ما قلت حياتك، لان البعض انتقد كمان تشكيل هذا المجلس زي ما حضرتك قلتي في البدايه، وقال ايه لازمته يعني في ظل ما في وزاره استثمار وفي هيئه هو بلا غير مفهوم للبعض. انا رايي بعيدا عن المسمى بلاش نسميه، يعني مش مهم نسميه، مجرد بس ان احنا نعتبر ان ده مجلس موجود لحل الأزمات العاجلة اللي هي بيحصل فيها نوع من التباطؤ بسبب السياسات الكتيرة قوي. التعامل مع الموقف الحالي بالنسبة للاستثمار. التعامل مع الموقف بالنسبة للاستثمار. طيب حضرتك تحدثت عن موضوع الطروحات اللي تحدثت عنها الدولة منذ بداية يمكن من السنة اللي فاتت، واحنا بنتكلم عن طروحات بعض شركات القطاع العام وانها كيف يمكن ان تدفع بالبورصة المصرية. العام انتصف، هذه الطروحات ذكرتها وزيرة الاستثمار في حديثها عن إنشاء هذا المجلس الأعلى للاستثمار، وقالت أن هذه الطروحات ستتم في القريب العاجل. هل تتوقع أن تتاح طرح هذه الشركات في الربع الثالث من العام هذا؟ لا. ليه؟ يعني ما فيش مؤشرات بتقول كده. مسألة القريب العاجل دي جملة بنسمعها من يوم، يعني أعتقد من سنة ونص تقريبا، حتى من قبل ما يظهر التصريح بتاع السيد الرئيس واللي كان فيه اجتماع مع محافظ البنك المركزي على ان الدولة هتبتدي تطرح شركات في البورصة لدعم البورصة وبالتالي لدعم الشركات نفسها عشان يحصل فيها اعادة هيكلة. لكن برضو زي ما قلت حياتك في تباطؤ شديد جدا غير مفهوم، خاصة ان البورصة مرت بفترات انتعاش جيدة جدا خاصة خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا، وكان يجب استغلال هذه الفترة زي ما بعض شركات في دفعها للامام بالظبط. مش دفع البورصة بس، في استغلال البورصة كمنصة لتمويل الشركات دي بالظبط. ما هي انا دلوقتي عارف ومتاكد ان اي طرح للحكومه، الحكومه ما بتطرحش من 2005، فاي طرح للحكومه هيكون في نوع من التعطش بالنسبه للمتعاملين، سواء المتعامل اللي جوه البورصه او حتى المتعامل اللي كان في البورصه وخرج. الناس اللي كانت موجوده في ناس كتير جدا خرجت من البورصه بسبب احداث كتيره، منها بدايه بالازمه الماليه العالميه، ثم بعد كده ثوره 25، ثم 30، ثوره 30 يونيو. فبالتالي كل الناس دي سيوله تعتبر خرجت من السوق. كل الناس دي لو في طرح جديد من قبل الحكومه باسعار عادله بدعايه جيده لهذا الطرح واهتمام من الدوله بشكل كبير، اعتقد ان ده هيفرق كتير قوي. لو شفنا تصريح من الرئيس بس بان الشركات دي
في صالح الوطن ان احنا ندعم بالبورصه بتاعتنا وندعم اعاده هيكله الشركات دي. يعني مش عارف اقول لك ايه اللي ممكن يحصل في كم الاكتتاب او في كم الاقبال على الاكتتاب في مثل هذه الطروحات. مش قادر اصدق هذا الكم من المركزيه في الفكر، في ان كل شيء ملقى على عاتق الرئيس. زي ما حضرتك شفتي في قناه السويس لما كان حصل الموضوع الطرح الاكتتاب فيها، ساعتها عملنا رقم قياسي العالم كله استغرب له، كان حوالي 64 مليار في اقل من 8 ايام. ده ناتج من ايه؟ ناتج من ان الرئيس الناس بتثق فيه كلامه، بتثق فيه. فبالتالي مجرد هو ما قال هذا التصريح، مجرد ما لقينا تكالب كبير جدا من ما فيش ما يمنع ان احنا نستغل شعبيه الرئيس. ايه اللي لا لا يمنع بالتاكيد، يعني انا بس بتساءل يعني طالما في الصح وطالما في الشيء الايجابي بالتاكيد هو ده منهجه، لكن هو السؤال ان كل شيء ملقى على عاتقه ده لا يكفي. يعني هو في وزارات معنيه بهذا الامر يجب ان يكون لديها القدره على اتخاذ القرار بشكل حقيقي. يعني بالتاكيد ما دي يعني ما امر طبيعي، وعشان كده انا قلت لحضرتك محتاجين اعاده هيكله، واعتقد ان هي هتتم يعني. أكيد. أصل هي المسألة مش في الوزير بس، عشان بس ما نبقاش ظالمين، الوزير هو جزء، لكن هي في تحت منظومة كبيرة جدا من البيروقراطية. أنا أفهمك أستاذ إيهاب. طيب هذه الطروحات من وجهة نظرك لن تتم في القريب ولا القريب؟ ده رأي شخصي. أنا أفهم يعني أفهم هذا أنه رأي حضرتك من وجهة نظرك. يعني السؤال اللي هيدفع سيولة السوق اللي هي بنراها سيولة غير مناسبة بالمرة؟ لا، هي سيولة بتبقى موجودة لكنها متحفظة. والدليل إن بعد ما حصل خفض قيمة الجنيه مباشرة شفنا مليار و200 ومليار و300 ومليار ونص في أقل من ربع ساعة. يعني شفنا السوق بيعمل يوميا جلسات فوق المليار لمدة حوالي شهر. فده معناه إيه؟ معناه إن السيولة موجودة ولكنها متحفظة نوعا ما. خايفة. خايفة. مفيش أخبار إيجابية تدفع السيولة دي للعودة مرة تانية. عشان كده المفروض إن أنا لو هبتدي أخد قرار بالفعل في خفض الجنيه على المدى القريب يكون بالتوازي مع إعلان عن شركات من هذا النوع في الاكتتاب فيها. ده هيدي فرصة للناس، خاصة اللي هم ما عندهمش خبرة قوي في مسألة الاستثمار أو إن هم إزاي يحافظوا على حجم الأصل بتاعهم بالنسبة للأموال، إن هو يبتدي ينظر للبورصة على إنها من يعني من الاستثمارات اللي موجودة اللي يقدر يدخل فيها ويحافظ فيها على قيمة الأصل بتاعه أو قيمة الأموال بتاعه. حجم تأثير السوق العالمي وبورصات الخليج على الأداء المصري قد إيه؟ يعني أنا شايف إن مع هبوط البترول، يعني إحنا شفنا البورصات العالمية طبعا بتعمل أداء ولا أروع خلال الكام يوم اللي فاتوا بالتأكيد، والداو جونز أعتقد كان بيحقق مستوى تاريخي دلوقتي قبل منزل. فبالتالي يعني أعتقد إن هو استمرار الأسواق العالمية بهذا الإيجاب من شأنه إن هو بالتأكيد سواء ما يعني حصلش دلوقتي هيكون على الأجل القصير والمتوسط إن هو هيدفع أو هيعود بالإيجاب على السوق المصري، خاصة لو كان في قرارات اللي إحنا اتكلمنا عليها دي في ذات الاتجاه وتدفع السوق على استمرار الصعود. توقعات بداية الأسبوع. أعتقد جلسة الحد ممكن تبقى عرضية مشابهة لجلسة النهاردة شوية، وده شيء طبيعي بداية كما هي العادة في كل أسبوع مع تراجع نسبي في قيم التعاملات. لكن على مدار الأسبوع اتصور ان احنا ان شاء الله هنشوف 7700 و7800 اللي هي مستوى المقاومه القادم، وده ممكن يعوقنا مؤقتا على استمرار الصعود انتظارا لاخبار جديده. استاذ ايهاب سعيد خبير اسواق المال، شكرا لك على مساهمتك في عمليه التحليل والتوضيح النهارده. شكرا لحضرتك، شرفتنا. مشاهدينا انتظرونا مع بدايه التداول في بدايه الاسبوع يوم الاحد القادم ان شاء الله، وقبل هذا الموعد بنصف ساعه تقريبا وتحليل جديد لعالم المال والبورصه المصريه. شكرا لكم.